إذن أهم شيء بالحياة نشغل دماغنا ودائما نخليه يتذكر أمور قديمة ونشطه يعني نقعد نحن ويا خلال النهار نركز نعمل مديتيشن. هيدي الأمور بتخلي الخلايا تتكاثر الكويسة بالهي. وأهم شيء كمان نبعد عن راسنا الأفكار السلبية حتى ما نوصل للمشاكل يلي بتودي لتلف خلايا الدماغ. هذا الموضوع اليوم، ومشان هيك حطيت سؤال انه نتذكر سوا المسلسلات القديمة ايام الشاشة الذهبية، وين ما كان، المسلسلات السورية، الخليجية، اللبنانية، المصرية، يلي هيك بيخطروا على بالنا نذكرون ونقولون على صفحة فيسبوك عالم صباح، بعد شوية بنقرأ ونتذكر سوا. ما بدها هالقد مع حسن، كل اسبوع موضوع جديد، واليوم موضوعنا هي التواصل، كوميونيكيشن. قد ايه مهم الكوميونيكيشن بالحياة وين ما كان، مع اولادنا، مع اثنين مجوزين، مع الاصحاب، مع العيله، بالشغل، مع العالم اللي بتقفي على طريق، مع الاجتماعيه. الكوميونيكيشن السليم هو بيعطينا حياه سلبي. ابد هلأت حسن، صباح الخير. صباح النور. بس بده هالقد طبعا، بده معلي. بدنا نحكي اليوم بده هالقد اهم شيء التواصل السليم والكوميونيكيشن تكون مع واحد عن جد، لانه كل شيء، كل الامراض النفسيه والبراز، اذا تواصلنا بشكل سليم فينا نتخلص منه. اكزاكتلي. في كتاب لجون ماكسويل اسمه Everyone Communicates Few Connect. كل العالم بتعرف تحكي، قليل من الناس اللي بتعرف تتواصل. صحيح. هلا باللغه العربيه الكوميونيكيشن معناتها تواصل. شو يعني تواصل؟ يعني بناء صله بينك وبين الاخر. هي مش بس انه نعرف نحكي، كل الناس بتعرف تحكي، بدك تعرف كيف تبني هالصلة بينك وبين الآخر. اليوم موضوعنا حيكون كيف تبني الصلة، مش كيف تحكي بس. أوكي. كيف تعمل صلة بينك وبين الآخرين، يعني كيف تبلش، يعني بأي عمر الواحد لازم ينتبه على هالأمور. من هن وصغار الأولاد، من هن وصغار بيتربوا على التواصل الجيد، على الآي كونتاكت، حنحكي فيهم كلياتهم التكنيكس، من هو صغير الولد ببلش فيه بالتواصل لا يفوت على الشغل. هلا عنا نحن بالبلد ما عم نحضر كتير العالم على التواصل، هي من اهم مهارات الحياة التواصل. صحيح. يعني اليوم الجامعات بيعملوا communication skills workshop او كورس، بس ما عم بيكون فايت بالصلب الموضوع، بكيف الواحد لازم يتواصل مع الاخرين. لازم يكون في بيس، لازم يكون في اساس يعني كمان للموضوع، الواحد معود عليه. يعني نحن مثلا اذا ما كنا عنا تواصل سليم وفتنا عملنا workshop ممكن ناخد، بس ممكن ننسيهم اذا ما مارسناهم. هيدي طبعا. في شي مرة كنت بسوبر ماركت وشفت شخص هيك ما كتير حابب تشوفه، وهربت منه هيك، تخبيت تحت ستاند ونيح لما شايفك. لا انا بحاول شوي اتعامل مع الموضوع بشكل جيد، بس بتصير هيدي. بتصير. في ناس بنحب نهرب منه. ليش هذا ناس بنحب نهرب منه هول الاشخاص؟ يعني لانه بنحس انه رح يعطينا نيجاتيف انرجي. بيحكي كتير عن حاله. بيحكي بمواضيع ما بتهمك، حشور. صوته عالي. بطول بالكلام. هدول بنهرب منهم عاده. بلا فيفي. وبنفس لا انت لو قلت لي غير سوبر ماركت كنت قلت لك انه بالسوبر ماركت اوكي. وفي ناس بنفس اللحظه بشوفهم بركض عليهم، بروح بمشي 100 200 متر لسلم عليهم جست لاخذ البوزيتيف انرجي تبعهم. اكيد كل العالم عفوا بيحكوا وقليل الناس اللي بيتواصلوا. انا بدي اكون من هول الناس اللي بنركض عليها مش اللي بنهرب منها. ايه اكيد. شو اللي بخلي الناس يركضوا علي ليحكوا معي برايك؟ شو اللي هيدا الشخص اللي بتركض عليه تحكي معه، شو اللي بشدك له؟ يعني اكثر شيء انه بتحس حالك مرتاح. اوكي. بتحس حالك مش ما بتلبس وجه معه، يعني هيك بتكون لحالك، يعني بيريحك وبيعطيك بوزيتيف انرجي، بيعطيك بوزيتيف فايبس. هيدي كثير مهمه يعني بالاشخاص. انه في اشخاص بيكون عندهم اياها ولكن كاول امبريشن بس يشوفوه بتفكر انه في بلوك، هيدي لازم الواحد يشيلها، في حائط بين ما هي. صحيح. لأقول لك هون ألبرت مهربيانز عمل ريسيرش، لقى أنه بالكوميونيكيشن بالتواصل، المسج اللي نحن الرسالة اللي نبعثها من السندر للريسيفر، من المرسل للمتلقي، هي مقسمة على ثلاثة. 7% منها هي الكلام اللي نحن بنحكيه اللي بنوجهه للعالم. أوكي. 38% نبرة الصوت. صحيح. و 55% البادي لانجويج. سو اللي عم بشدني على هذا الشخص قبل ما يحكي هو البادي لانجويج تبعه. حقيقه شو هن الاشياء اللي بالبادي لانجويج اللي لازم يكون او بلغه الجسد اللي بخلوني انشد عند شخص ما انشد عند الاخر؟ اول شغله بده يكون وجهه بشوش. صحيح. الوجه البشوش لحاله بيفتح لك ابواب، بخلي الناس ترتاح لك، انت شخصيا بتكون مرتاح مع نفسك اذا كنت وجهك بشوش.
فبدي بلش بالوجه البشوش وشخص بده يعمل اي كونتاكت، يعني بده لما احكي مع شخص بده يطلع فيه بعيونه، يطلع بعيونه، ما في يكون عم يحكي على تليفونه او بيلعب بتليفونه عم بيحكي معك او ما عطيك اهميه. لما يطلع بالشخص بعيونه عم بفرجيني انه هو واثق من حاله، انه هو مهتم فيه كشخص، وانه هو محترمني ومهتم للموضوع اللي انا عم بحكي، ومهتم للموضوع اللي انا عم بحكي فيه 100%. الفوكل اذا بدنا نروح على ال 38% اللي هي نبره الصوت وعلو الصوت، قد ايه لازم صوتك يكون عالي؟ يعني لا اعلى من صوت اللي عم يحكيني ولا اوطى من صوت اللي عم يحكيني، يعني لازم يكون مسموع وواضح. هذه الكلمه اللي بدي اياها، صوتك لازم يكون مسموع وواضح، لا بده يكون واطي كثير لدرجه انك عم تعمل افورت، بتعرف كيف عم تعمل عم تحكي هيك بهالطريقه، بتلاقي انه حتى بتخلص من الشخص. بليز بليز احكي، خليني اسمعك، ما توطي صوتك هالقد، او صوتك ما لازم يكون عالي، لما يكون عالي صوتك هذا من قله احترام الاخر. صحيح، صوتك بده يكون مسموع فقط، وصوتك وحكياتك بدهم يكونوا كلير كلير، يعني واضحين، ما بدك تاكل نص الكلمه وتتوقع من الاخر انه يفهمك. ايه بس انتبه، في اوقات اشخاص بيكونوا بيحكوا بسرعه ولكن بيكون عندهم اهتمام، يعني بتفهمهم هون. صحيح، هون بصير في تحليل. هيدا الشخص بده يعمل مجهود انه ما يحكي بسرعه، لانه الحكي بسرعه كمان بيعمل ديستراكشنز، بيلهي الاخر، يعني ما في اسمع انا شخص بيحكي كثير بسرعه ولا بيحكي كثير على مهله، انت بتعرف يا جوزيف قديش تواصل هذا كمان يعني بنيم. بمل 100%. الملل كتير مهم ان الواحد يكون في عنده كمان الكاريزما، يعني انه يشد الشخص الثاني انه بالحكي. صحيح، عشان هيك التون بده يطلع وينزل يلون، نبرة الصوت بدها تكون فريندلي، بدها تكون ودود، بود، مش بتأمر. ما بدي اتأمر على العالم. مين بعلي صوته عادة؟ صوته اللي عنده يمكن بس عقدة نقص، مثلا من عنده عقدة نقص يسيطر على غيره، يعني بعلي صوته انه انا اهم منك، فبعلي صوتي لفرجي انه انا كتير مهم، هو بكون عنده عقدة نقص. في ناس تانيين عنده بعلو صوتهم اللي بيكون حشته ضعيفة، انا اذا حشته ضعيفة لقوي موقفي بعلي صوتي، انا ماني محتاج علي صوتي اذا كان معي حق، سو بحكي بكل هدوء، هو بعلي صوته، انا بضلني عم بحكي بهدوء لانه انا معي حق. إذا بدك تعوض عن ضعف وجهة نظرك بتعلي صوتك، وهذا بفرجي عن ضعف عند طب هودي الأمور اللي عم تحكيهم أنت ممكن واحد يكتسبهم على عمر كبير، مثلا إذا في ورك شوب ينعمل له؟ طبعا ليكتسبوا طبعا. نحن بنعطي ورك شوب اسمه Everyone Communicates Few Connect، كل العالم بتحكي وقليل الناس بتواصل. ورك شوب نهار واحد رائع جدا صراحة، وبغير كثير عالم، بغير العلاقة الزوجية حتى بتتغير، علاقة الأب مع أولاده، الأم مع أولادها، الأصحاب مع بعضهم، البوس بأوردنت، المدير والموظفين. إذا ما بتعرف تتواصل ما فيك توصل لشيء بحياتك. طيب هون إذا بدي أحكي عن تراتبية بالشغل، يعني وقت تقول إنه بدي يكون معه على نفس الليفل، إذا أنا فايت جديد على شغل نيو جراجويت فريش جراجويت، يعني فايت على الشغل مع عم بتعامل مع عالم إلا عنده اكسبيرينس اعلى منه، هون لازم يبين عن مش ضعف بدي اسميه، يعني عن انه انا اقل منكم انا بدي استفيد، يعني يفرجيهم انه هو الليفل تبعهم اعلى ولا لا بهالكوميونيكيشن. لما يكون الواحد فايت على محل جديد بده اول شغله يعمله بده يسمع، بده يسمع ليتعرف على الاخرين. بس في كثير بفوتوا ليثبتوا حالهم، انا بدي اثبت حالي من اول لحظه، مثل هذا عم بحكي انا وياك موضوع. بفوت واحد بنط بصير يعطي رايه، طب ما انت لا تعرف شو هو الموضوع بالاول. نعم، سو اول شغله بدك تعملها لما تفوت على جو جديد انك تتسمع، تكون مستمع. وحده من المهارات تبعيت الكوميونيكيشن تبعيت التواصل هي الاستماع الجيد، هلا حنحكي عنه بعد شوي. نعم، بس سالتني اذا في الواحد يتعلم هالشغله، هي اسمها كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل. نعم، لما اقول مهاره يعني مهاره تكتسب، يعني اي شخص حابب يتعلم او يطور مهارته بالتواصل بيقدر يعني يطور مهارته بالتواصل. بدي انتقل للشق الثالث اللي هو مهم كثير، مع انه هو بس 7% من الكوميونيكيشن اللي هو الكلام اللي بنستعمله. كلماتنا بدها تكون كلمات بيفهمها الاخر، يعني بدها تكون سمبل بسيطه. ما بدي يعني رحت عند حكيم مره كان عندي وجع معده، قال لي معك اكيوت جاسترو انتستينو بروتوس، ما بعرف شو. قلت له حكيم رح عيش يعني؟ انت هون غبت على الوعي، بدي شو معي اول شيء؟ خفت، قلت له حكيم رح عيش؟ قال لي ايه بتعيش، هذا فيروس صغيره بالمعده. طب ليه بدك تتفصحن علي وتقول لي اكيوت جاسترو انتستينو بروتوس؟ انا لهلا ما حفظت اسمه للفيروس. ذكرتني بعامر، ليك عمل له سيشن بس خلص هلا بيزعل منا عامر. بده سيشن، لانه اوقات بيستعمل مو تكنيك على قصص هو اسمه الجارجن ووردز، هدول ما فيك تستعملهم مع شخص ما بيعرف، يعني ما بدك تفرجي انه انا اللي بفهم وانت ما بتفهم، مش شطاره، بدك تلاقي كلمات بيفهمها الاخر. نعم، سو اختيار الكلمات، ما تختار تكنيكال ووردز الاخر ما بيفهمها. اثنين، كلماتك بدهم يكونوا ايجابيه. صحيح، قد ما فيك تفكر بكلمات ايجابيه، لانه الكلمات السلبيه كمان بتاثر على الكوميونيكيشن. في شغله ثانيه كمان، وقت عم تحكي على اختيار كلام، اوقات بيكونوا مثلا شخص ما بيحكي عربي مثلا، وكلنا بنحكي عربي اللغه،
يعني هون لازم انه اذا فينا نخليه يتواصل بشكل سليم اذا قاعد معنا. هيدي شغله كثير مهمه يعني يحكي بلغته، يعني يكون في حدا عم بي يفسر له او عم يترجم. وعندنا اياها هيدي كثير بلبنان، بيكونوا الناس بيعرفوا يحكوا لغه وبيحكوا لغه ثانيه، هذا بسموه توشوش، هيدا قله احترام كثير للاشخاص اللي ما بيفهموا هيدي اللغه. في ناس مثلا لتسي بيحكوا فرنسي، وواحد من الموجودين ما بيحكي فرنسي، ما لك حق تحكي فرنسي ولا بتفرجي حالك انه انت كلاس وبتحكي فرنسي. خي ود اول ماي ريسبكت تو يو، لا بدك تحكي لغه بيفهمها كل الموجودين اللي قاعدين بالقاعه. نعم. وحده من الامور كمان اللي بدي اقولها بالكلمات، حسن اختيار الكلمات، انه ما تكون كلمات بتجرح. يعني جرب اختار الكلمات، حكينا فيها بالفيدباك هذيك المره، تحكي كلمات عن البيهيفير مش على بيرسوناليتي كمان. نعم. هذا ضمن التواصل كمان. اوكي، كنت عم تحكي عن السمع، الواحد عن ليسنينج، عن ليسنينج، انه يسمع يكون جود ليسنر، وهيدي مهمه جدا وين ما كان. صحيح. يعني الجود ليسنر بتحس العالم كله متهفت عليه، لانه كل العالم بحاجه لحدا يسمع له. يعني هون انا ابي جود ليسنر، بقدر اسمع وبقدر اتواصل. جود ليسنر مش معناتها اسكت، يعني كمان بدي زدت لك حتى افرجيك انه انا على تواصل معك، انه انا عم بفهمك، انا عم بسمعك، ولكن خليك تحكي كل اللي عندك. هون كيف هيدا التدريب؟ هون شو بدي اعمل اصير جود ليسنر؟ بدك تتعلم اول شيء انه الناس بتحب تحكي مع ناس بتسمع. لتكون من هول الناس اللي الناس بتحب تركض عليهم لتحكي معهم، they go for listeners، بروحوا عند الناس اللي بحبوا يسمعوا. من أهم المهارات أنك تتعلم كيف تسمع. كيف تسمع العالم؟ أول شيء بدك تقرر أنك تسمع العالم. في فرق كتير بين السمع اللي هو شيء ما عندي أنا قدرة أتحكم فيه، والاستماع اللي أنا بقرر أنه أتسمع على شخص ولا ما أستمع على شخص. أوكي. سو بدي أخذ قرار أنه أتسمع أو أستمع للأشخاص، هاي واحد. اثنين، بدي أعمل eye contact مع الشخص، يعني ما بدي أكون ملتهي بأي شيء تاني. أوكي. ثلاثة، هلا انت عم تقلي اوكي يور نودينج، عم تعمل هيك براسك. ذس از كمان هيدي سكيل بتعلموها الناس، يعني عم وافقك، عم بتوافقني الراي وعم تفرجيني انه انت مهتم وعم بتطلع فيك بعيونك وعم بتطلع فيه بعيوني. هون عم نعمل كونكشن. هيدي يعني خبره الحياه بتعطينا اياهم، خبره الحياه. ما هي شو هي؟ شو اللي بنعلم الناس؟ بنعلم الناس خبره الحياه، بنحطها بكتاب وبنعلمها للناس. يعني هلا انت عم تستعمل معي عده طرق بالليسنينج سكيلز. واحده منهم هي الاوبن كويشنز، او السؤال المفتوح. يعني بتسالني سؤال انا بجاوبك، كل ما عم تسالني سؤال عم بتقول لي احكي اكثر. عم تسال سؤال تكون انت عم تسمع. نعم. في النعم والنودينج. في ريفلكشن، يعني مثلا حجرب واحده معك، شو عملت بالويك اند الماضي جوزيف؟ اوكي، رحت وجيت وعملت عالم صباح وظهرنا. رحت وجيت وعملت عالم صباح. الكلام اللي انت عم بتقوله بقوله انا هو ذاته، نعمله ريفلكشن مثل مرايه، انه انا سمعتك، عم باكد على كلامك. صحيح 100%. اوكي. وفي شيء اسمه بارافريزنج، اعاده صياغه. نعم. اعاده صياغه، انت بتقول لي جمله انا بقولها بالكلمات تبعيتي. اوكي. هيدا عم بتكب لي المسج، انا برجع كب لك اياها، فرجيك انه انا مهتم. يعني كل شيء تواصل، كل شيء تواصل. ما كنا موجودين بنكون عندنا تواصل سليم. اكيد الحلقه واحده ما بتكفي، يعني فينا نحكي بعد كثير على الموضوع هيدا بعد. تماما. عندنا لسه كثير كبيره، لسه كبيره، فينا نعمل حلقتين اذا بدك عن الموضوع، لانه مش عاطله ابدا الفكره، ولازم نتعلم تواصل. اذا فينا نعمل براكتس كمان، والالعاب اللي بتعملوها بالورك شوب لتعودوا الواحد، في العاب بتصير طبعا، في اكتيفيتيز، في جروب اكتيفيتيز، وكل اثنين مع بعض وكل اربعه مع بعض نعمل كثير اشياء لحتى الناس تطور التواصل تبعها. واهم ليفل بالتواصل وبالاستماع هو الامباثي. الامباثي انك تحط حالك مكان الاخر. اوكي. يعني لتفرجيه انك انت عم تسمع عليه. مثلا واحد كان عم بيقول للثاني طلعت على الجبل وشفت حفيدي لاول مره، قال له كيف كان الطقس؟ في شيء غلط، سمع من الخبريه كلياتها الجبل. جبل يعني طقس، يعني كيف بدك تحس بالاخر، يعني بدك تحس والله مبروك. شو سميتوه؟ مين طلع بيشبه؟ نعم. حسن، خلص وقتنا، بس انه بنحكى بعد عن الموضوع. نشوفك السبت الجاي على رد بنفس الموضوع. الموعد مع ما بدها هالقد. كل المشاهدين رح ناخذ بريك ونرجع.